الاهلي امام الوداد في نصف النهائي، الزمالك امام الرجاء ايضا في نصف النهائي، ومحدش عارف. انتوا كجهاز فني الاول قول لي بدات ازاي التعارف مع موسيماني او على موسيماني، شفت فايلر ازاي، شفت موسيماني ازاي، الفوارق اللي موجوده بين الاثنين، خاصه ان الكل يتذكرهم بكل خير رغم الفتره القصيره لفايلر، لكن حاله من الاحترام الغير عادي من جماهير النادي الاهلي لفايلر حتى هذه اللحظه، ورغم ان موسيماني ما كملش لكن جماهير النادي الاهلي بتكن له كل الاحترام، بطولتين افريقيتين، سوبر افريقي، كاس مصر، وكثير من البطولات باستثناء الدوري السوبر المصري باستثناء الدوري المصري، لكن كل البطولات كان موجود بقوه فيها. وزي ما قلت لحضرتك طبعا كل واحد له اسلوبه طبعا. صحيح. اتنين مدرستين مختلفين جدا يعني. ايه اهم ما يميز مدرسه فايلر واهم ما يميز مدرسه موسيماني؟ هو دايما الواحد يا كابتن بيقول ان ربنا بيدي كل واحد حاجه ينجح بيها. صح. ودي حاجه مهمه جدا يعني. نعم. يعني دايما ما بحبش المقارنات، بس كل لا ما بعملش مقارنه. لا ما اقصدش يعني بتكلم على معظم مدرسة. الناس يعني دايما بتفضل ده ولا ده، لا نعم. ما فيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها في كل واحد ربنا مديله حاجه يقدر ينجح بيها. نعم. فايلر كان من الناس اللي عملت ريتم كويس للفرقه، اختيارات ريتم كويس جدا للفرقه، سواء من ناحيه التمرين، سواء من ناحيه الاداء، سواء من ناحيه الضغط، سواء من ناحيه تفكيره نفسه اللي هو عاوز اقصر طريق اللي انت تروح بيه للمرمى. دي من الحاجات اللي فادت كتير من اللعيبه. الغموض شويه في بعض الامور شويه برضو ادى اللعيبه تخوف، بقى في منافسه كبيره جدا للعيبه في التمارين وفي الاختيارات اللعيبه، فدي من الحاجات اللي كانت بتميزه يعني. نعم. موسيماني بقى راجل واقعي، متمارس في افريقيا، عارف ازاي يلعب تحت الضغوط، عارف ازاي يلعب الوداد، لان قلت لحضرتك هو من اكتر المدربين اللي لعبت قصاد الوداد يعني. نعم. حتى كان حظه كل سنه اللي هو بيبقى معاه في المجموعه يعني. نعم. فكان حافظ الفرقه كويس يعني، وكان لسه قبلها مع كان لسه ملاعبهم يعني، فحافظ جبران وحافظ الناس كلها بتاعتهم وحافظ كل الناس يعني شكلهم يعني. حتى لما الصراحه كان معاه برضو ستاف مميز جدا، سواء كيفن او موسي او كابيلو او يوشا، او لما جه برضو الفتره نعم. معانا، فكانوا بيحضروا كويس للمباريات وبيعيشوا كويس وبيدخلوا اللعيبه بشكل كويس. فهو من ناحيه برضو النفسيه كان من الناس اللي بتقدر تخلي اللعيبه تخرج افضل من عندها. يمكن في فترات كبيره جدا من اللعيبه كان عندنا افضل يعني، قفشه كان في حاله كويسه، كان بيديله نعم. ثقه، علي معلول، لعيبه كتيره جدا، جونيور في فترات كبيره كان برضو بيديله ثقه، بيبقى معانا ديانج وحمدي فتحي سوليه، فكان من الحاجات ديت اللي كانت بتفيده جدا وفادتنا جدا يعني على المستوى الفني اللي احنا نقدر، خصوصا في افريقيا يعني. لان برضو انت عارف التارجت بتاع معظم المدربين الافارقه دايما هو عاوز بطوله افريقيا، مركز فيها بشكل كبير جدا، واعتقد اللي هو ساعدنا واحنا ساعدناه يعني كلعيبه وكنادي. اللي اسمعه ان موسيماني يعني عاشق للتكتيك، يعني معظم وقته ومعظم حياته على التكتيك. دي يعني انت حقيقة. قلت نقطه مهمه قوي على فايلر، الريتم بتاع الفرقه، الغموض اللي موجود فيه. لكن وانا لما رحت اتفرجت على تدريبات النادي الاهلي كان طول الوقت تكتيك، ويوقف ويحفظ يعني وهكذا. هو من الناس فعلا اللي بتحب التكتيك جدا يعني، يمكن حتى بيعمل تقسيمات كتيره جدا، يمكن الناس كانت مستغربه يعني نعم. اسلوب اللي هو بيشتغل بيه يعني، لكن هو من يعني كوتش، يعتبر كوتش، مدرب كبير يعني، عنده خبرات وعنده رؤيه كويسه ومطلع على طول، وبيحب يوقف اللعيبه بشكل معين ويضغط بشكل معين. فلا لا مدرب مميز يعني، من الناس اللي الواحد استفاد منها برضو على المستوى الشخصي يعني. أول مباراة أفريقية ليه الأهلي والوداد في المغرب، فاجئنا جميعاً. طريقة اللعب، الضغط، كأنك بتلعب في ملعبك. بالظبط. ومباراة الأهلي كسب 2-0، كان ممكن يكسب أكتر من كده بنتيجة أكبر بكتير. احكي لي شوية. ما هو زي ما قلت لحضرتك هو كان حافظ الفرقة دي، حافظ الفرقة دي، ويمكن احنا كان عندنا ميزة شوية اللي هنا احنا ذكاء من الإدارة إنها اختارت المدرب ده. ما انا قلت لحضرتك نعم قبل كده كان صحيح. اختيار موفق جدا طبعا نعم. من الكابتن والناس اللي كانت مسؤولة طبعا في ملف الكورة يعني، ان اختيار كان خارج ذكي. الصندوق، نعم. اختيار ذكي جدا جدا يعني. هو كان زي ما قلت لحضرتك هو لاعب الوداد في دوري المجموعات عنده، حافظهم. يمكن برضو كان احنا عندنا ميزة اللي احنا بدأنا بدري شوية عن الوداد، كان الحاله البدنيه بتاعتنا مميزه، كان كنا احنا اجهز منه بدنيا، لان صحيح. هم اتاخروا شويه برضو عننا. فيمكن احنا في الاول في بدايه المباراه جبنا جون عن طريق قفشه، عن طريق الضغط العالي زي ما حضرتك مظبوط. قلت يعني، فكان تكتيك كان مناسب جدا يعني
لشكل المباراه والتصور اللي هو عمله كان الحمد لله، كان ربنا موفقه فيه جدا وموفقنا فيه. التصور اللي حطه هو اللي حصل في الملعب؟ يعني انت ما فيش مدرب يعني بيبقى يعني بنسبه بنسبه كبيره بنسبه كبيره طبعا يعني بنسبه كبيره جميل. ساعدتنا كمان في النتيجه وفي الاداء وفي الشكل وفي الثقه اللي الناس كمان كجمهور كان متخوف مثلا، لا ادى الثقه للجمهور وادى الثقه للعيبه وساعدتنا، خصوصا المباراه الثانيه برده كان شكل احسن احسن بكتير والاداء كان احسن والسكور كان اعلى. انت بتكسب الوداد برده فرقه كبيره وكان بطل السنه اللي قبلها، فكانت حاجه مميزه جدا يعني بالنسبه لنا.